معلومه اكيده، وانت معانا هتشوف صوره ومواهب شابه ومغموره. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصوره، يمكن تبقى في يوم مشهوره، اعمل لينا حاجه فريده. يلا تابعنا في رؤيه جديده. ورجعت لكم تاني وفكرت بقى الشيف حسن، ونشوف الشيف حسن هيجيب لنا ايه من الفرن دلوقتي. ورينا بقى، انت قلت لي مفاجأة. وقلت لي من شوية في الفقرة اللي فاتت كل الناس ورقة لحمة، ورقة كبدة، ورقة سجق، ورقة جميع أنواع الورق، لكن نسيوا الفراخ. مع إن إحنا كلنا بنحب الفراخ وخاصة الأطفال. برافو عليك. طيب فأنت عملت لي بقى إيه؟ أنا عملت ورقة فراخ ممتازة. قول لي الأول مقادير عشان أنا بحب أجرب، وقول لي بتتعمل إزاي، وبعدين افتح بقى السر بتاعك. تمام. هو إحنا بنقطع بصل. تمام. بصل حلقات خالص زي اي ست بيت بتقطعه. طبعًا. وطماطم وفلفل. بصل وطماطم وفلفل. تمام. ده الثلاث حاجات دول اساسيات. في ناس بقى بتحب تبقى بتخلي شكلها احلى فبتحط لها فلفل الوان. تمام. وبرده الفلفل الالوان بيدي لها تيست اعلى، بيدي الطعم وريحه اكتر وشكل. تمام. تمام. ده بالنسبه لتقطيع الخضار عليها. بالنسبه بقى للتوابل بتاعتها، احنا بنحط مرقه دجاج خفيفه خالص، يعني مع مثلا انها فراخ احط لها مرقه دجاج عشان التست بتاع الطعم. بيدي تيست فظيع. وهنحط ورق لورا. تمام. ورقه او ورقتين وحبهان وشويه فلفل اسمر بسيط والثوم. طبعا الثوم التوابل بتاعتنا العاديه، اللي هي التوابل العاديه، مفيش خالص. اي حاجه غريبه غير ان احنا هنحط جزء من مرقه الدجاج. تمام. حلو. وكمان الـ 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 الفراخ لما بتكمريها كده بورقه زبده وورق فويل من فوق منها. انا كنت قاعده وشم الريحه بصراحه. لا ده كمان الشكل يا استاذه فاتن ما اقولكيش. طيب انا كنت هاكل نصها وانا جاي، بس قلت مش مشكله. عزب هيحط لنا الكاميرا وهيقرب لك ليها. وافتح. طيب. بقى هنفتح يا عم عزب وهنتخانق كلنا دلوقتي عشان مين ياكل ومين يدوق. محدش هيمد ايده يا عم عزب. محدش هيمد ايده. الله على الريحه يا جماعه، انتوا مش شايفين الريحه شكلها ايه هنا. طب انا لازم ورقه زبده؟ هو الاصح، لان ورق الفويل ممكن. انت عشان الكاميرا احنا لا احنا كده كده احنا هنحطها انت هنا. هتنقلها. انا اهو انا بوري الكاميرا اهي. تمام. هي الريحه تحفه بصراحه، يعني الريحه فظيعه. طبعا احنا بنقدم بقى في طبق كده اهوت. هو انا ممكن اقدمها بالورقه بتاعتها كده بالفويل ولا يبقى شكلها هو مش هيبقى شكلها مش لطيف، لان احنا حطيناها في كذا ورقه فهو كده احلى. انا كنت متخيله ان انت كمان هتبقى حاطط مثلا قطع فراخ بانيه، لكن انا اتفاجئت انها فراخ صحيحه يعني بعظمها. هي فراخ بعظمها. ويستحسن يبقى وراك. يستحسن يبقى وراك. وراك يعني اي ست بيت دلوقتي عندها وراك محطها في الثلاجه مش بتستخدمها. تقول لك مثلا ايه البانيه او الصدور هعملها بانيه. طب الوراك هعملها ايه؟ انا بقول لحضرتك اعمليها ورقه فراخ للاطفال تبقى قريبه من الشيش تاوك كده شويه، عشان ما ريحته قريبه منها شويه. لا هو الشيش تاوك حاجه، الشيش تاوك على الفحم عشان الوراك يعني. انما ديت لا، مش على الفحم. تمام. تسلم ايدك بصراحه. شمم الريحه يا ام عزب. هناكل ونسيب الناس بره، انا وانت بس. شيف حسن لا كمان. الف هنا الف هنا. طيب نرجع تاني للمقادير وفكر كده ساده المشاهدين. طب تليفوني الاول. الو الو الو. ايوه يا فندم. ممكن اعمل مداخله مع الشيف حضرتك حسن. بالفعل في جوه المداخله، اتفضل. نعم. انا الحقيقه انا مبسوط قوي من المنظر ومنظر ورقه اللحمه. انت لو شميت الريحه هتنبسط اكتر بصراحه. يعني ورقه الفراخ احنا متعودين نعرف ورقه لحمه. تمام. لكن ورقه الفراخ دي كانت جديده علينا بصراحه. ما احنا لازم نقدم كل جديد، البرنامج اسمه رؤيه جديده، فلازم نقدم كل جديد. يا ترى احنا دلوقتي طعمها ايه؟ بتتعمل ازاي الحاجات دي كلها؟ يعني عايزين ست البيت تبدا تعمل بقى ورقه الفراخ. تمام. انا هخلي الشيف حسن دلوقتي تاني يكرر المقادير. عناية. ويعمل لنا كل حاجه دلوقتي. عناية. يقول لنا بالظبط المقادير والتوابل وكل حاجه حالا تحت امرك يا فندم. نشكره جدا والله. شرفنا بتليفون حضرتك. انت يعني شيف روعه، وان شاء الله باذن الله تعمل لنا حاجات احسن واحسن. ان شاء الله ان شاء الله تحت امرك، ربنا يعزك. اتفضل معانا يا فندم. يا ريت والله. المره الجايه ان شاء الله حضرتك تبقى معانا. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. طيب معلش، هو انا كنت بقول لك بالصدفه قول لنا المقادير تاني، والمتصل قال لك عايز المقادير تاني. فبالراحه كده وقول لنا المقادير بشويش. احنا هنجيب واحده واحده كده اهو. أيوة. احنا هنجيب البلانشه بتاعتنا، وهنجيب السكينه بتاعتنا، وهنجيب البصل ننضفه ونقطعه جوليان او حلقات على حسب ما حضرتك بتحب تقطعيه. وهنجيب الطماطم برده مغسوله جميله هنقطعها برده نفس التقطيع بتاع البصل. والثوم لو حابه ان انت تحطيه مفروم، او حتى حابه ان انت تفرميه بالسكينه برده هيبقى افضل، هيدي تيست اعلى ما يكون ان هو مفروم. وقلنا هنجيب الفلفل الاخضر العادي الروبي مش حراق.
حرقه ومش حرقه ديت لو انت عايزه بتحب الحاجه مشطشطه ممكن في اسر بتحب الحاجه حاميه تحطي في قرن فلفل اللي هو الاخضر الحراق برده بيبقى التيست بتاعها جميل جدا بيه. وفلفل الالوان هنجيب فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء على حسب الكميه يعني دول مثلا وركين. حبيتي ان انت تعملي اكتر هتزيدي في الكميه بتاعت الفلفل او البصل او الثوم او اي حاجه، انما التوابل لما بتزيد في الاكل ما بتبقاش حلوه. مثلا 5 جرام فلفل اسمر مش عايزاها تطلع غامقه يبقى فلفل ابيض هيدي نفس التيست. والحبهان وورق اللورا يعني مثلا ورقتين من دي على 3 حبايات من دي مش هنكتر. وقلنا طبعا المرق الدجاج، بس المرق الدجاج عشان هي بتبقى مالحه فانت ما تحاوليش ان انت تحطي ملح كتير، تحطي ملح او يستحسن ما تحطيش ملح خالص وهتطلع الطعم بتاعها عادي وجميل وباذن الله الف هنا والف شفا. طب سؤال يا شيف، اتفضلي. انا بشوف ورقه اللحمه في ناس بتحط عليها بطاطس، في ناس بتحط قطع جزر، تمام؟ لو احنا عملنا كده وحطينا خضار عشان الولاد الصغيره الوان وكمان هياكلوا خضار يبقوا مبسوطين، تبقى الفكره حلوه ولا لا؟ هي الفكره بالنسبه للفراخ، بالنسبه للحمه لا. ليه؟ لان اللحمه بتاخد سوى جامد، لما تيجي تحط معاها بطاطس بتستوي زياده، بقت بلوزه، تمام. انما ممكن للفراخ عادي احط جزر واحط بطاطس عشان ولادنا الصغيرين ياكلوا الاكل الصحي الجميل طبعاً. الالوان فيبقى ليها طعم وريحه وشكل حلو، هيبقى ليها طعم وريحه وكمان البطاطس فايدتها للاطفال حلوه مش وحشه. يا ريت اولادنا كلها تاكل بطاطس، انا اتمنى ان انا اولادي تاكل بطاطس. طيب في سر كل ما تطلع معايا ريحه اكلك بتبقى مميزه، فاكيد ليك سر، ممكن تقول لنا السر نصه حتى؟ هو السر ده السر يعني الريحه اللي طالعه بزياده ديت ايه؟ السر ده بقى سبحان الله يعني من عند ربنا. هو ده اللي بيقولوا عليه النفس يعني؟ ده النفس اللي بيقولوا عليه، ولا الطاقه الايجابيه لما الانسان بيعمل حاجه بحب بيوصل لقلوب الناس بحب. طبعا ده فكل حاجة ست طبعاً. بيت صح يا شيف، ممكن انت تقول لي او لا، كل ست بيت لما بتيجي من شغلها تعبانه ومجهده ومش طايقه تعمل حاجه فعلا مهما عملت من اكلات ما يبقاش لها طعم وفعلا الولاد ما بياكلوهاش، لكن لو هي حابه انها تعمل لهم سوري لو حاجه بسيطه جدا حاجه سهله جدا بس بتعملها بحب فبيبقى ليها ريحه وطعم ولون ومذاق وبنبقى كلنا ملمومين حواليها. موافقني ولا مش موافقني؟ اوافقك طبعا، اوافقك. وكمان اللبس يا جماعه، يعني انا اول ما بلبس لبس الشيف انا بحس ان انا في المطبخ بجد فبستطعم الشيء منه، لكن هجيب مثال كده بسيط، لما كنا بنعمل الانترفيو ايام الكورونا في البيت وكان كل واحد فينا يجيب اللاب وبيلبس البيجامه ويقعد ويلبس جاكيت البدله على انه ايه شيف، على انه بيعمل ميتنج. انا داخل ميتنج بس في اوضه النوم او في اوضه الصالون، فعلا ما كانش الاحساس بتاعه قوي. ليه؟ لانه هو مش ملتزم زي نفس روح. فعشان الحاجه تطلع معاك حلوه التزم بزيها بشكلها بنظافتها بريحتها، هتبص تلاقي نفسك ناجح بنسبه على الاقل 99%، لان الكمال لله، ما فيش اي حاجه في الكون 100% كمال لله، ولكن احنا بنحاول. فحاولي وانت داخله تعملي الاكل تكوني سعيده. هتقولي لي وايه اللي يسعد؟ هو في ايامنا حاجه تسعد؟ كل حاجه في دنيتنا بتسعد يا شيف. انت لما بتخش بيتك يعني ليك بيت فدي سعاده طبعا. لما تخش على زوجتك يعني ليك زوجه فدي سعاده، في غيرك مالوش زوج. لما تخش على بيتك وعندك ولاد سواء بنات او ولاد او حتى طفل واحد، بس دي نعمه من عند ربنا لازم تفرح غيرك مالوش اولاد. ليه بننسى ده كله نقول ايه مفيش حاجه تسعد؟ معنى ان انا عندي اكل اكل حتى لو الاكله دي وانت معايا اكيد لو هي جبنه وعيش بس انا باكلها برضا، ففي نعمه، في حد تاني بيدور هيجيب الرغيف العيش منين، فكل دي سعاده. فمحدش يقول لي لو سمحتوا بطاقه سلبيه، لا احنا مفيش حاجه تسعد في الدنيا دي، كل حاجه في الدنيا تسعد. على سبيل المثال في موقف هنا غريب، التفاحه لما بتيجي في ايد واحد فينا بناكلها. لما وقعت في ايد نيوتن عمل لنا قانون الجاذبيه، لما وقعت في ايد الشيف حسن بص بقى عمل ايه. يا ريت يا عم عزب بقى تشوف الشيف حسن بيعمل ايه في التفاحه عشان يدينا اكثر سعاده. نتفاجئ كده، هي دي جمجمه ولا ايه اللي انت عامله ده؟ وش بيخوف. طب انت مش عايزنا ناكل؟ لا بس هو عاملها بمنتهى السعاده. انا حاطه حرس بس على الاكل، حرس على الاكل. فتخيل انت لما تيجي تعمل منظر جميل زي ده لابنك او بنتك الصغيره وحارس على الاكل، فهو طبعا عايز يغلب الحارس فياكل. يبقى انا كسبت ان هو هياكل الاكله اللي هو رافضها. يبقى كل حاجة بسيطة ممكن أوصلها بسعادة. ادينا نصيحة للسعادة أو أكلة تسميها أكلة السعادة غير اللي عملتها لنا النهاردة. أكلة السعادة أنا من أكلات اللي أنا بعشقها خالص، برضو مش هنخرج عن الموضوع، عن الموضوع النهاردة. ورقة السجق، ورقة السجق بتبقى تحفة تحفة تحفة، وبتعمل طاقة إيجابية للي بياكلها. ده يعني احساسك انت، احساس انا بصراحه ببقى مستمتع كده يعني. احنا لو جربناها ممكن نحس بنفس سعادتك وانت بتتكلم عليها. طبعا طيب اي حد بيحب الاكل او بيهتم بمجال الاكل بيبقى في اكله مميزه ليه،
ايوه طبعا. انا بقى بالاكله المميزه ليا دي السجق، ورقه السجق. ورقه السجق على الاخص. ورقه السجق بتعملها بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقه دي بالظبط. طب قول لنا لو سجق يعني بدايه السجق احطه زي ما هو كده ولا اعمل فيه حاجه قبلها؟ احنا بنقطعه بس مش أيوة بيبقى مش بيبقى الصباع كامل، احنا بنقطع مثلا صباع نصين. طب اخده غلوه قبلها ولا زي ما هو؟ لا زي ما هو. اصل معظم الاماكن اللي بتبيع ورق السجق بتبيع السجق عفوا الهانك ذات نفسه، انت مش بتجيبي الهانك وبتحشيه، هو انت بتجيبيه جاهز. تمام. فبيبقى محشي على طول فول سويا. تمام. معظمه فول سويا. فالفول السويا ده بمجرد ما بيشم النار استوى فمش محتاج اللي احنا بنعمله. لا انت بس زي ما انا عملت كده مع الفراخ، هتقطعي كل المكونات عليه وتكمريه بالورقه الزبده والورقه الفويل، و10 دقايق هيبقى زي الفل. طب اسمع مني الوصفه وشوف وصفتك ولا وصفتي. اتفضلي. تعالوا بقى اقول لكم وصفه للسعاده، فيها حب، فيها احتواء، فيها تمني، فيها الامل، فيها حب الخير للغير. ايه رايك في الوصفه دي؟ جميله. نقولها تاني مع بعض. هما خمسه. يلا. حب واحتواء. ايوه. وتمني وامل وحب الخير للغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. والسلام ختام. مع السلامه. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. واحنا هنستناك يا فاتن. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. واحنا هنستناك يا فاتن، دايما حبك وانا ساكن. احنا هنستناك يا فاتن، دايما حبك وانا ساكن. جوه قلوبنا حبيبه وحيده، فرويه جديده. ولا شيء عنكم يوم كده حشني. جمهوري الغالي هتوحشني، ولا شيء عنكم كده يوم حشني. واحنا بنستناك تملي كل